ضمن جدران بيت الشرق للتراث الذي يجمع الحرف الكثيرة التي تعمل لعودة الحياة، وجدت رجاء تفاحة مكاناً خاصاً لها مع أحجارها الصغيرة التي تشكل منها لوحات تراثية تحكي عن تاريخ سوريا. والله حسيت حالي كأنه كنتي ضايعة والتقيتي ببيت، سبحان الله. البيت هو الحاضنة صغيرة، فحاضن كل هالحرف، يعني تحسي بيت العيلة. أنا هيك بحس. صرتوا عائلة؟ صرنا عائلة، نحن بالأساس كنا عائلة واجتمعنا ببيت شامل كل الحرف اللي يعني. فحسيت إني يعني كيف بدي أقول لك، يعني هو تعبير صعب، إنه بيت العيلة جمع كل الفروع، عرفتي شلون؟ يعني العمة أولاد العمة هيك بقصدي، عرفتي شلون؟ يمكن الناس بياخذوا فكرة إنه مو كل الحرف، مثلا الحرفي اللي بيكون شاطر بحرفة بيعلم. عم نشوف هاي القاعدة مكسورة هون، بالعكس انتو عم بتعلموا وعم بتدربوا لحتى ما تنقرض حتى هاي الحرف. يا ريت ما تنقرض طبعا، لأنه تراث سوريا كله بيروح، لأنه هي تضل آثار لبعد أجيال. الله أعلم كم سنة حتضل العمر كله، مثل ما اكتشفت من أيام روما حتضل هاي لأجيال ما بنعرف أينتا بتوصل، يعني مئات السنين حتوصل. قد ايه صار لك بهي الحرف؟ اللي من بداية التسعينات تقريبا. من بداية التسعينات، يعني حرفة صعبة وبدها وقت وبدها جهد وقليل نلاقي فيها سيدات. ليش اخترتيها؟ سبحان الله، كل واحد عنده هواية خاصة، فعجبت فيها، عجبتني. قديه تاخذ معك وقت شغل؟ هلا لحد الآن إلي شي شهر ونص وأكثر مبلش بهي اللوحة. بهي اللوحة شهر ونص؟ تقريبا إي، لأنه قطع ناعمة. طول ما الله عطيني نفس ممكن نكمل فيها، لأنه هاي ما عمل لك هاي المهنة بالذات مشيت بدمنا، صار عنا إدمان لإلها. هلا كنا عم نحكي انه كل لوحه إلها، نحن مثل الممثلين كل لوحه إلها تفاصيل خاصه فينا، بنندمج فيها، بنفوت من الالوان، يعني نحن مخنا بصير بيشتغل فيها لحاله. بدك تحفظي تتقني شغلك، انه هاي يا ريت تطلع هلا منيحه، اللي بعدها حتطلع احسن. فنحن بنجدد حالنا بحالنا، فبنتمنى من الجيل الصاعد اللي راكد ورا التكنولوجيا عن جد يركض ورا شغلات هيك فيها لايام جايه كثير حلوه. شكرا لك، وبدي خليكي كملي. ماشي، الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. بصبر وجهد تعمل كل يوم لتنقش لوحات متميزة تحفظ معها ذكرى من ذكريات سوريا، ولوحة من لوحات التراث الذي تعمل جاهدة للحفاظ عليه. للإخبارية السورية من بيت الشرق للتراث، سلمى عوده.